بعد زيارتنا لمدينة أسوان جه الدور إن احنا نتحرك شمالا ونروح الأقصر. الأقصر مدينة قديمة قوي، بتتكون من بر غربي وبر شرقي. عشنا في البر الغربي. أما بالنسبة للكورنيش فكان تحفة، ودي أول حاجة شفناها لما وصلنا، ده بالإضافة إلى إن الآثار موجودة في كل حتة. ماشي في الشارع شايف الآثار حواليك وكأنك في اليونان أو في روما. رحنا على سوق الأقصر، وده قريب من الأماكن بتاعة الكورنيش والمعابد المشهورة هناك. السوق فيه حاجات تحفة قوي وجميلة جدا، بس للسياح مش لينا. والبياعين يقولولنا 1 دولار، ولما يعرفونا مصريين يقولولنا ب10 جنيه بس، قرب تعالى. واحنا زي ما احنا ودن من طين ودن من عجين. رحنا معبد الأقصر، رحناه بالليل وكانوا بيحضروا له الحاجات بتاعت فتح طريق كباش. ده طبعا زيارتنا كانت قبل افتتاح الطريق. المعبد خرافة بكل معنى الكلمة. اتمنينا ان احنا نزوره بالنهار عشان نشوف برضو تفاصيل ما شفناهاش بالليل. كوني مش عارف في التاريخ المصري كتير قوي، فانا ما كنتش فاهم ايه اللي موجود ده، بس منظره تحفة الصراحة. فنبعد شوية عن التعليم، خلينا في المناظر الحلوة. كمية أعمدة وكمية معابد وتماثيل وحاجات كده، صراحة كنت منبهر قوي. والله ما شاء الله علينا، انا وابو سعد ماشيين مش فاهمين اي حاجه. مش فاهمين اي حاجه، وفي حجاره حلوه منظرها لطيف، في معصره لغات فتحت. بس مش فاهمين اي حاجه الحمد لله. يسطا هنا 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 كده هنعملها ركنه، ونحط شاشه هنا على الحيطه. هنا هنعملها دي اوضه استقبال وحمام لو ضيفنا ما عندك ولا حاجه، ايه رايك؟ بعد كده رحنا معبد حتشبسوت بعيد شويه، وفي حاجه اسمها طفطف ب10 جنيه، ما تركبهاش الاجانب اللي بيركبوها عشان المسافه اللي بوصلك ليها هي مفيش 50 متر. دخلنا معبد حتشبسوت ولسه ابو سعد مقتنع بان المعبد ده عوامل التعريه اللي عملته، لان مفيش بني ادم هيقعد ينحت في الصخر كده ويبقى على مسافة بعيدة قوي من المدينة نفسها. وفي الاخر رسينا على ان الملكة دي كانت منبوذة من عيلتها، وغالبا رموها في حتة كده في الصحراء. روح عيشي في الجبل لعند ما يبلد صاحب. اضطرينا ان احنا نرجع بسرعة، بس الأقصر لازم زيارة تانية.